ويمد يده نحوه عندما يتوقف فجأة وينظر للأعلى. تسبح المرأة إلى خارج غابة عشب البحر. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، أكلنا بندنا تصطي في كل الأزمان. مرحبا أصدقائي وأهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم يا أصدقاء عن الـ SCP-1451 والمعروف باسم بحر الأطفال الغارقين. ولذلك قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا اللايك. والآن لنبدأ. يسبح غواصان على طول قاع البحر بعمق 30 مترا تقريبا تحت سطح البحر. هذا الزوج وزوجته يقومان دائما برياضة الغوص، فهما يتحركان بسهولة عبر الماء ويتعجبان من مختلف الأسماك والحياة النباتية التي عادة لا ترى من قبل البشر فوق سطح البحر. تربت المرأة على كتف زوجها وتشير نحو غابة من عشب البحر قبل أن تبدأ بالسباحة نحوها. الرجل على وشك اللحاق بها عندما يرى شيئا من زاوية عينه، توقف واستدار للحصول على نظرة أفضل. على بعد عشرة الأمتار توجد مجموعة من الناس. ارتبك الرجل ينظر مجددا إلى زوجته التي تشير إليه لكي يلحق بها. يرفع إصبعا واحدا وكأنه يقول سأكون معك خلال دقيقة واحدة، ويبدأ بالسباحة في اتجاه مجموعة الناس الواقفين في قاع البحر، ولا يزال غير قادرا على تحديد ما ينظر إليه بالضبط. يتسبب تيار خفيف بحجب الرؤية، ومع اقترابه يصبح كل شيء واضحا. إنها في الواقع مجموعة من الأشخاص يقفون بثبات تام على عمق 30 مترا تحت الماء، ولكنهم ليسوا أناسا أحياء بالطبع بل تماثيل. يستطيع الرجل الآن أن يرى أن هذه التماثيل هي تماثيل أطفال يقفون في دائرة، وكل واحد منهم يمسك بيد التمثال الذي بجانبه ويشكلون حلقة متصلة. يقترب منهم للحصول على نظرة أفضل. كانت التماثيل مغطاة بالطحالب ونباتات أخرى. إنه لا يعلم من أو لماذا يقوم شخص ما بصنع هذه القطعة الفنية الغريبة، ولكن مهما كانت أسبابهم يبدو أنها كانت هنا منذ وقت طويل. يسبح حول الدائرة ويعد أكثر من 20 تمثال، وكل واحد منهم يبدو فريدا من نوعه. وبينما يكون منتصف الدائرة خاليا تماما، تتناثر حوله قطع من الطوب والإسمنت حول هذه التماثيل. كان هناك شيء ما هنا، مبنى أو نوع من الهيكل الذي كان يضم التماثيل ذات يوم، ولكنه انهار الآن أو غرق. يبدو من المستحيل تماما أن يتم بناء أي شيء هنا على الإطلاق. ينظر إلى الوراء باتجاه زوجته لكنه لا يستطيع رؤيتها. لابد أنها في مكان ما بين عشب البحر تحقق في أسرارها الخاصة. إنه على وشك التوجه إلى زوجته عندما لاحظ شيئا ما. الجزء الداخلي من الدائرة لم يكن فارغا، هناك شيء ما في الداخل يخرج من الرمال. يسبح فوق التماثيل لكي يرى بوضوح. من المؤكد أنه هناك شيئا مدفونا في دائرة التماثيل، ويستطيع أن يرى الآن أنها زاوية على ما يبدو لصندوق معدني. يسبح للأسفل بالقرب من الصندوق ويمد يده نحوه عندما يتوقف فجأة وينظر للأعلى. تسبح المرأة إلى خارج غابة عشب البحر الكثيفة وهي تحمل صدفة ذات ألوان زاهية. هاي، إن زوجك في خطر. فهي الآن متحمسة جدا لكي تري زوجها هذه الصدفة الجميلة، وتنظر حولها ولكن زوجها قد اختفى. تنظر في الاتجاه الذي سبح فيه وترى نفس المجموعة الغريبة من الأشخاص التي رآها زوجها. وبينما كانت تسبح نحوهم أدركت أيضا بسرعة أن هذه مجرد تماثيل غريبة جدا، ولكنها تماثيل على الرغم من ذلك. كما أنها لاحظت الركام المحيطة بهم، القطع المكسورة من الخرسانة والطوب وبعض العظام. انتظر العظام. وعندها تكتشف شيئا آخر ملقى على قاع المحيط خارج حلقة التماثيل. إنه خزان الغطس الخاص بزوجها مع قناعه المحطم فوقه. الـ SCP-1451 هو الرقم الذي منحته المنظمة لمجموعة شاذة من التماثيل المعدنية، والتي تمتلك خصائص غريبة ومميتة أيضا. التماثيل 26 كل منها فريد من نوعه، وقد تم منحها الـ SCP-1451-1 إلى 26. جميع هذه التماثيل تشبه أطفال البشر، ويتراوح ارتفاعها بين 1 متر و32 سنتيمترا إلى 1 متر و43 سنتيمترا، وهي تقع داخل المحيط في قاع البحر، ويتم ترتيبها في دائرة متجهة إلى الخارج، حيث تمسك جميع التماثيل ببعضها البعض.
وتشكل حلقة متصلة. هذه التماثيل ليست ثابتة على الإطلاق، على الأقل في بعض الأوقات. أجل، فلقد رأيناه يتحرك. أجل يا زينجو، وفي الواقع لديها ثلاث حالات حركة متميزة تشير إليها منظمة SCP بالفئات من 1 إلى 3 سيناريوهات. الأول هو التعيين الذي يتم إعطاؤه عندما تكون هذه التماثيل ثابتة تماما ولا تتحرك أبدا. هذه هي الحالة التي يبدو أن التماثيل تقضي معظم وقتها فيها. ستتغير التسمية إلى الفئة 2 عند اكتشاف بعض الحركة الطفيفة للتماثيل. في هذه الحالة نستطيع رؤيتهم وهم يرفعون ويخفضون أيديهم ببطء، بينما يتحركون أيضا عكس اتجاه عقارب الساعة. وأيضا لوحظ فقاعات قادمة من أفواه التماثيل خلال هذا السيناريو. يا إلهي، يبدو أنهم يعودون للحياة. ربما يزينجو، وسيتبين أن SCP-1451 يتصرف بهذه الطريقة عندما يقترب جسم كبير منه، وهذا غالبا ما يعني أن التماثيل تستعد للانتقال إلى السيناريو رقم 3. سيتم تشغيل السيناريو 3 عندما يدخل جسم صلب يزن أكثر من 40 جراما إلى مركز الدائرة. عندما يدخل الكائن، سواء كان كائنا حيا أم لا، إلى منطقة التنشيط هذه، ستتحرك التماثيل بالكامل وتحول انتباهها إلى الكائن لغرض واحد فقط، وهو تدميره أو القضاء عليه. يا إلهي، يجب أن يتم احتواء هذه المنطقة. عندما تدخل التماثيل إلى السيناريو الثالث، فإنها تظهر قوة وخفة حركة لا تصدق، ويبدو أنهم يمتلكون على الأقل شكلا بدائيا من الذكاء أيضا، حيث شهدوا وهم يستخدمون العمل الجماعي والتكتيكات المتقدمة في القضاء على الكائن. بمجرد تفعيل التماثيل، فإنهم يلاحقون أهدافهم إلى أن يقضوا عليها، ولا يوقفهم أي شيء. إذا تمكنت من الخروج من منطقة التنشيط، فسوف تستمر التماثيل في اللحاق بك. وفي إحدى الحالات اتبعت هدفا لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد قبل أن يصلوا إليه أخيرا، وبمجرد أن يضعوا أيديهم على الهدف يصبح الموت أمرا مؤكدا، فسوف يقومون بتمزيق أي شيء يدخل دائرتهم، سواء كان إنسانا أو آلة بأيديهم المعدنية. وبمجرد التخلص من الكائن، ستعود التماثيل بعد ذلك إلى موضعها في السيناريو رقم 1. ستؤدي محاولات اعتراض التماثيل أثناء عودتها إلى منطقة التنشيط الخاصة بها إلى سيناريو جديد، ورقم هذا السيناريو 3.5. ماذا؟ 3.5؟ لماذا لم يسموه 4؟ لا أدري يا زينجو، حيث إنهم سيدمرون أي شخص أو أي شيء يحاول التدخل أو منعهم من الوصول إلى وجهتهم، في حين أن SCP-1451 قد يبدو واحدا من أبسط الكائنات لدى منظمة SCP. ولكن هذا المكان خطير نوعا ما. قد لا يكون بحر الأطفال الغارقين هو الشذوذ الأول الذي تم اكتشافه هنا، ولكن أولئك الذين لديهم تصريح من مستوى الشرف للمنظمة يستطيعون الوصول إلى بعض المستندات المثيرة للاهتمام، والتي تساعد على كشف ما هو عليه هذا SCP حقا، والأهم من ذلك ما يقومون بحمايته. تتضمن الوثائق بيانا بالأشياء التي تم استردادها في البداية من المنطقة التي تم اكتشاف SCP-1451 فيها. تضمنت هذه المواد ما يقارب 20 كيلوغراما من الطوب و 4000 كيلوغرام من الخرسانة عالية الجودة، وهو النوع المستخدم عادة في مواقع منظمة SCP. والأكثر إثارة للاهتمام على الإطلاق هو صندوق سكرانتون التالف. طبعا فيما مضى كانت صناديق سكرانتون كانت مقدمة لمراسي الواقع الأكثر شهرة للطبيب سكرانتون. تستخدم هذه الأجهزة القوية لاحتواء الحالات الشاذة التي تشوه الواقع، والتي تمنعها من ثني نسيج كوننا حسب رغباتهم. الأبحاث الأولية التي أجراها الطبيب سكرانتون حول هذه التكنولوجيا نسخة مبكرة تم استخدامها في احتواء الحالات الشاذة، على الرغم من أننا نعلم الآن أن التكنولوجيا كانت معيبة، وهذه التقنية ليست كاملة ويمكن أن تؤدي إلى فشل في الاحتواء. وتم استرداد أيضا مستند جزئي من صندوق سكرانتون يشير بالضبط إلى مثل هذا الفشل. في هذه الحالة تم احتجاز أداة تحريف الواقع القوية من فئة يوكليد في المنطقة 56، وهو موقع ليس لدى المنظمة سجل بوجوده على الإطلاق. ويبدو أن الملف التالف يشير إلى أن الخاصية الشاذة والأساسية لهذا SCP هي أن الأشياء
التي يعتقد فقط أنها حقيقية ستصبح حقيقية، وإذا أخطأ في فهم الواقع بأي شكل من الأشكال فإن قدراته الشاذة ستنفذ هذا الفهم الخاطئ. ماذا؟ لم أفهم أي شيء. باختصار يا زينجو، إن اعتقد هذا الـSCP أنك موجود فسوف تكون موجودا، وإن اعتقد أنك لست موجودا فلن تكون موجودا. ماذا؟ هذا لغز ما؟ لا يا زينجو، على سبيل المثال بعد أن أشار الكيان إلى العامل المخصص لاحتوائه على أنه طفل، فكان العامل معرضا لخطر الخضوع لتغييرات جسدية وعقلية مختلفة ليصبح طفلا حقا. يا إلهي، لقد فهمت قدراته الآن. ويبدو أن هذا الـSCP ربما بدأ بالخلط بين جوانب مختلفة من احتوائه، وحتى أنه يخلط بين مفهوم الاحتواء نفسه، معدن قفصه وخرسانة زنزانته والعامل الطفل المتورط في احتوائه ومنظمة الـSCP نفسها، جميعهم أصبحوا متشابكين داخل واقعه الذي يشوه عقل هذا الـSCP، ويبدو أنه قد تم خلطهم معا بطريقة ما أدت إلى إنشاء الـSCP-1451، وهي مجموعة من الأطفال المعدنيين الذين يحرسون للأبد أو يدمرون أي شيء يحاول اختراق محيطهم. أوه، يا له من SCP. ما حدث للمنطقة 56 والأفراد الذين كانوا متمركزين هناك أو الواقع القوي الذي يشوه كل شيء لا يزال لغزا. تم تصنيف الـSCP-1451 على أنه يوكليد، ويعتبر أيضا أنه تم احتواءه بشكل فعال في موقعه الحالي، وتم إنشاء مجال من شبكة سلكية لضمان عدم دخول أي كائنات إلى تلك الدائرة. أحسنتم، فكرة عبقرية جدا. ولكن في حالة تمكن أي كائن من دخول الدائرة يجب مراقبة التماثيل، ولن يتم القيام بأي محاولات على الإطلاق لإنقاذ الشخص أو الكائن الذي تسبب في السيناريو رقم 3. ماذا؟ إذن سوف يدعون أي أحد يخترق تلك الشبكة أن يموت؟ أجل يا زينجو. هي، لقد وضعوا لهم شبكة سلكية، فأي شخص سوف يخترق هذه الشبكة وسوف يتحمل مسؤولية نفسه. أجل يا قاتل الضحك. حسنا يا أصدقاء، والآن لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في أمان الله. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، كنا بند نتصدى في كل الأزمان.